أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحم الراحمين. صوتيات البشرى الإسلامية تقدم بيانات الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني. هذا البيان يلقيه إليكم أحد أنصاره إلى الله، والبيان بعنوان القول المختصر في المسيح الكذاب الأشر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى خاتم مسكهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى من والاهم في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا معشر المسلمين، حقيق لا أقول على الله بالبيان للقرآن إلا الحق، ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، تصديقا لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. ويا معشر المسلمين، إنما جعلني الله المنقذ لكم من فتنة المسيح الكذاب بسبب أحاديث الفتنة التي جعلت الحق باطلا والباطل حقا. ويريد المسيح الكذاب أن يقول أنه المسيح عيسى بن مريم، ويقول أنه الله رب العالمين، وإنه لكذاب، لذلك يسمى المسيح الكذاب. وما ينبغي لابن مريم أن يقول ذلك، وقد علمكم الله في القرآن بأنه هو الشيطان الرجيم بذاته، وعلمكم يا معشر المسلمين بأن لولا فضل الله عليكم ورحمته بالبيان الحق للقرآن على لسان المهدي المنتظر لاتبعتم الشيطان يا معشر المسلمين إلا قليلا منكم. وذلك هو التأويل الحق لقول الله تعالى: ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. فلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو من الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم. وإليكم التأويل الحق لهذه الآية، وليس بالظن اجتهادا مني، والظن لا يغني من الحق شيئا، بل بنص القرآن العظيم في نفس الموضوع، وليس قياسا ولا اجتهادا، بل بالبيان الحق من نفس القرآن، ولا وحي جديد. وإليكم التأويل الحق بإذن الله بسؤال افتراضي. سؤال: ومن هي الطائفة من المؤمنين الذين يحضرون مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للاستماع إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم إذا خرجوا من عنده يبيتون غير الذي يقوله عليه الصلاة والسلام؟ الجواب بالحق: إن تلك الطائفة هم المنافقون من اليهود من شياطين البشر، حضروا إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشهدوا بين يديه لله بالوحدانية، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وذلك حتى يكونوا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر الأمر ويبطنون المرء، ويريدون أن يكونوا من رواة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يستمع إليهم بعض المؤمنين فيرون لهم أحاديثا غير الذي قالها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ليصد المؤمنين عن سبيل الله فيفتنوهم عن طريق الحديث، لأنهم علموا بأنهم لن يستطيعوا أن يفتنوهم عن طريق القرآن الذي وعد الله المؤمنين بحفظه من التحريف. هذه الطائفة هي الطائفة التي ذكرها الله في سورة أخرى، فأنزل سورة في شأنهم ومكرهم، وقال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله،
والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. تلك هي تصديتهم عن الله ورسوله يبيتون غير الذي يقوله عليه الصلاة والسلام، وأما بين يديه فيقولون الحق، فيعجب رسول الله قولهم، وكذلك ليرى صحابته الحق بأنه أعجب رسول الله قولهم، وذلك حتى يثقون فيهم فيأخذون عنه، وذلك لأنهم سوف يبيتون بعد الخروج غير الذي يقوله عليه الصلاة والسلام حتى يصد المؤمنين عن الحق، وخصوصا من بعد موت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال: ولكن الله بين لمحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شأنه في سورة المنافقين، فلماذا لم يطرده؟ الجواب: لم يقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطردهم، وذلك لأن الله أمره ألا يطردهم وأن يعرض عنهم، وإنما ليحذرهم. وقال الله تعالى: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سؤال: ولماذا أمر الله رسوله أن يعرض عنهم فلا يطردهم؟ الجواب: لقد أمر الله رسوله أن لا يطردهم ليعلم من الذي سوف يصدق بالبيان الحق للقرآن، فيستمسك بحبل الله القرآن العظيم ممن سوف يكذب بالبيان الحق للقرآن فيعرض عنه، ويزعم أنه يؤمن به ثم يستمسك بأحاديث تخالف حديث الله جملة وتفصيلا، وذلك لأن القرآن هو المرجع لسنة محمد رسول الله، وما كان من السنة ليس من عند الله ورسوله، فإن المؤمنين سوف يجدون بين الأحاديث المفترات وبين القرآن اختلافا كثيرا، وذلك إذا تدبروا القرآن المحكم والواضح والبين وليس المتشابه. وقال الله تعالى: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. وما هو الأمر من الأمن أو من الخوف أذاع به المؤمنين؟ الجواب: أما أمر من الأمن فهو قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. وذلك لأنه من أطاع الله ورسوله فله الأمن في الحياة الدنيا ويأتي يوم القيامة آمنا. وأما قوله أو الخوف، وذلك هو مكر شياطين البشر من اليهود ليظن المسلمون بأنه أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المعنى لقوله أذاع به، وذلك اختلاف علماء الأمة في شأن الأمر في هذا الحديث، فمنهم من يقول أنه حق عن رسول الله، ومنهم من يكذب به أنه عن رسول الله، ومنهم من يضعفه أو يطعن في راويه، ومن ثم يذيع الخلاف بين علماء الأمة. ولكنهم إذا ردوا إلى القرآن العظيم فسوف يعلم حقيقة هذا الحديث أئمتهم أولو الأمر منهم، فيستنبطون لهم الحكم الحق في شأن هذا الحديث، فيثبتوه أنه حق من عند الله ورسوله بالبرهان بنص القرآن، أو ينفونه فيقدمون البرهان بنص القرآن بأنه مفترا ولم يكن من عند الله ورسوله، نظرا لأنهم وجدوا بأن بين هذا الحديث المفترى وبين حديث الله اختلافا كثيرا. ومن هنا علم أولو الأمر منهم والذين هم من أهل الذكر بأن هذا الحديث لم يكن من عند الله ورسوله نظرا لاختلافه مع حديث الله، ومن أصدق من الله حديثا. سؤال:
وما معنى قوله في نفس الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا؟ الجواب: ويقصد به المسلمين بأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، وذلك لأن اليهود استطاعوا أن يدسوا أحاديث الباطل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون ضد المهدي المنتظر، فيكذبه المسلمون فيتبعون خصمه الشيطان الرجيم الذي هو نفسه المسيح الكذاب. وذلك لأن المهدي المنتظر لم يأتي بكتاب جديد، بل بالبيان الحق للقرآن المجيد، فيبين لهم حديث الحق من الحديث الباطل بمرجعية البيان الحق للقرآن. ولذلك أخاطب الناس بالقرآن والرجوع إليه ناظرين فيه نظرة التدبر كما أمرهم الله بذلك. واليمان المنتظر الذي هو نفسه المهدي المنتظر هو فضل الله عليكم ورحمته والمنقذ لكم، ولولاه بإذن الله لاتبعتم الشيطان المسيح الكذاب يا معشر المسلمين إلا قليلا. ولذلك يسمى المهدي المنتظر المنقذ، أي المنقذ للمسلمين من فتنة الشيطان الرجيم والذي هو نفسه المسيح الكذاب. وقد بينا لكم لماذا يسمى المسيح الكذاب، وذلك لأنه سوف يقول أنه المسيح عيسى بن مريم، ويقول أنه الله مستغلا البعث الأول ومستغلا عقيدة النصارى حتى يرى الناس بأن المغضوب عليهم والضالين هم على الحق، وأن المسلمين الذين أنكروا ألوهية ابن مريم أنهم على الباطل. ولذلك قال الله تعالى مخاطبا المسلمين وليس غيرهم فقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم. فهل تبين لك يا حسين بن عمر وللمسلمين بأن المسيح الكذاب هو ذاته الشيطان الرجيم إبليس؟ وذلك لأن هذه الآية تكلمت عن اليهود الذين تظاهروا بالإيمان، يدسوا لكم أحاديث الفتنة فيتبعها الذين في قلوبهم زيغ عن القرآن العظيم، فيصدقونها ويروونها للمسلمين جيلا من بعد جيل، فيبيتون أحاديثا غير التي يقولها محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم نجد في نفس هذه الآية بأن الله يأمر المؤمنين أن يقوموا بالمقارنة بين الأحاديث التي ذاع الخلاف بينهم بسببها، ومن ثم يقومون بالمقارنة بينها وبين القرآن. ومن ثم علمكم الله بقاعدة المرجعية الأساسية بأن ما كان منها ليس من عند الله ولا رسوله، فحتما بلا شك أو ريب سوف يجدون بأن بينها وبين القرآن اختلافا كثيرا. ومن ثم جاء في نفس الآية ذكر المهدي المنتظر وذكر المسيح الكذاب، وذلك في قول الله تعالى في نفس الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق الله العظيم. فاتبعوني أهديكم صراطا مستقيما، ولا تتبعوا الشيطان الرجيم المسيح الكذاب إبليس لعنة الله عليه في كل ثانية في السنين إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم قد بلغ، اللهم فاشهد، فبلغوا عني يا معشر عالم الإنترنت، وكونوا من نواب المبلغين عني حتى يظهرني الله على العالمين. وسلام على من اتبع الهادي إلى الصراط المستقيم اليماني المهدي المنتظر، خليفة الله على البشر، والإمام الثاني عشر من أهل البيت المطهر، الإمام ناصر محمد اليماني. سيأتي المهدي، لما المأتي يجي، وأنا بدي تسمح لي، أنا بمثل للناس فيه وفيك وأضرب الأمثال، والله لا أذيك ولا أذي نفسك، شكر الله لك. الناس بينتظروا المهدي، ماذا تريدون من المهدي؟ يعني غفل الناس عن علم مهم في المهدي اللي هو اسمه. شو اسمه؟ لا لا، مش محمد بن عبد الله، أبدا، بالعكس التابعين أعلم مني ومنك، ما كانوا ينتظروا محمد بن عبد الله. محمد بن سيرين تعرفه من علماء التابعين،
كان يعلمهم عن المهدي، قالوا له عمر بن عبد العزيز المهدي، قال لا ما قالهمش هذا عمر وهذاك محمد. فالتابعين والأعيان بينتظروش محمد الأسم، بالعكس فيما اللي بتسموه المنطق اسمه كل أسم إلا محمد، لأنه محمد لا يواطئ محمد، الشيء يواطئ غيره ولا يواطئ نفسه، فإله أي أسم إلا محمد. لما قال يواطئ اسمه يواطئ اسمي، واسم أبي اسم أبي، فقد يكون اسم أبي اسم أبو النبي، إنما الأسم مواطئة. فلاحظ يعني الحديد يواطئ مثلا معدن ما، ولكن الحديد لا يواطئ الحديد، الحديد يواطئ شيئا آخر. إنما غفلوا عن المهدي، لأن النبي لا يعدنا بملك ولا يعدنا بزهرة الدنيا، يعدنا بالهدى، هو بما جاءنا بالهدى. فإذا ورث وراءه أو وعد وراءه بما يعدنا بهدى، فهذا الذي ننتظره، ننتظر منه ماذا يا شيخ؟ هدى. فإذا كنا ننتظر هدى حقيقة، النبي مهدي، المهدي كله وآلاف آلافه نضيع في النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن هدى، فإذا حقيقة نريد المهدي، هاي القرآن وهي النبي. إذا جاءنا المهدي بشيء غير القرآن والسنة أنكرناه. من الآن أقول لكم لا تصدقوا المهدي إذا جاءكم بشيء ليس في القرآن وليس من حديث جده محمد عليه الصلاة والسلام. فبالتالي ماذا تنتظرون إلا أن يقول المهدي؟ قال الله، قال رسوله. فإن كنتم تنتظرون هذا فقد قال الله وقال رسوله، فماذا تنتظرون من المهدي؟ ولكن أحرج عليكم وأنصح لكم، أخشى إذا جاءكم أن تعصوه. فهنا يطرح هذا السؤال، أنه لماذا هذه القلة في عدد أصحاب الإمام، في نصرة الإمام؟ شنو السبب؟ ليش؟ هل الناس لا يعرفون الإمام؟ هل الشيعة منشغلين بأنفسهم؟ هل هناك شائعات ضد الإمام موجودة مؤثر على الناس؟ يعني هذا خلوا في بالكم، مثل ما طلعت شائعات وتهم وافتراءات على رسول الله حينما تحرك وأعلن دعوته، كذلك بالنسبة للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تبدأ الفئات الضالة المضلة، أصحاب المصالح أو رؤساء سواء كانوا من رؤساء سياسيين أو رؤساء مذاهب، هؤلاء لا يرون في حركة الإمام مصلحة لأنفسهم، بل يرون أن القضية في ضررهم، لذلك يبدأون بإلقاء شائعات وتهم وافتراءات على الإمام، كما قريش بدأت تفتري على رسول الله. قريش يعني رسول الله من قريش، من هؤلاء الأقارب لاقى رسول الله أكثر من الأباعد، كذلك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.